جددت الكويت أمام مجلس الأمن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية، مؤكدة دعمها لموقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لوضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة للبنان. نؤكد دعمنا لموقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، الذي يستند على القرارين 425 و426 عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة للبنان ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية. ونؤكد هنا على حق لبنان المشروع في إنهاء الاحتلال واستعادة أراضيه مثل المزارع شبعة وتلال كفر شوبة اللبنانية والجزء اللبناني من غرية الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي.